انت قربت من المعجزة يا دريجي، انت حققت النتائج ما كانتش تخطر لي على بال. يا سلام. ايوه احفرز احفرز. لا 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 لا، انت اكيد قربت من المعجزة لما شبهت هارونين اسمه على بعض ويتخانقوا عليك، وهارون بذات نفسه يسمح لك تدخل أوضة مراته وتشوف ابنه اللي محدش شافه من 6 سنين، تبقى دي بداية المعجزة فعلا. لا لا، المعجزات والكرامات دي خلصت للأسف، خلصت مع الأنبياء ومع الأولياء، وتقفل عليها باب التاريخ. الكلام ده انا شامم فيه كده ريحه نغمه ما تطمنش. انا تعبت يا مصطفى، تعبت قوي قوي، تعبت، مش قادر استحمل اكتر من كده، مش قادر استحمل السر كده. يمكن حماسي الحياة وحبي ليها ده، لك الإحساس إن أنا فيها قوة بهت جبل، بس الحقيقة إن أنا ضعيف، ضعيف أوي، أضعف من أي حد في خيالك. أنا بصراحة أنا عشت، عشت اللي فاكره يعني من حياتي في أوضة ضلمة مرمي في وسط الأوراق، كنت مكلم الأرض والحيطان، اتخانق مع العود وأهزر مع الفرش، بس من الدنيا أنا الدنيا الدنيا في خيالي، اوهام اوهام مش حقيقي، بس ما عرفتش ان هو اوهام وتخاريف اللي ما اتصدمت في الحقيقه. الحياه مره قوي، مره قوي صح. وانت يا دافنشي بتزودها مرار بالياس ده. أنا عارف إن الوضع صعب وصادم بالنسبة لك أوي، لكن الناس يعني ناس يا عم صلاح، ناس إيه بس؟ ناس غلبانة، ناس مسعورة مدهولة، ناس عايزة حاجة تانية، مش عايزة دافنشي. أنا مش أنا عارف صلاح اللي هقدر أخد بيتهم، مش أنا اللي هقدر أحقق المعجزة. الناس عايزة حد يكون رمز حاجة كده، زي الأبطال بتوع السير الشعبية. أبطال مين؟ ده مش أقل من واحد يكون ولي صالح من أولياء الله، ولي صالح، مش واحد مخبول وضايع ما يعرفش حد هو مين. دافنشي انت ناوي على ايه؟ فهمني. انا همشي يا بصراحه، انا هسيب المكان ده، هروح اي حتة، هدور على نفسي، كرائيا للسلام. وانت فاهم اي حتة تانية هتروحها هتبقى احسن من هنا؟
انت هتنداس بالجزم من اللي يسوى واللي ما يسواش. حرام عليك، ارجوك بقى، ارجوك يا اخي. يا اخي انا اللي ارجوك بقى وحرام عليك ويا حالتي. قولي، هو انت لما سبت المحل حد شافك؟ ايه؟ حد شاف ايه؟ معرفش، ما زورتش. لا، ما حد شافك. خلاص تبقى محلولة، سيبها لي بقى وانا هتكتكها لك.